بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. إخواني المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب، ونتكلم هذا اليوم عن عبدة الشيطان، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: تعريف عبدة الشيطان، أشهر شخصياتهم، شعار عبدة الشيطان، عقائدهم، طقوسهم وعبادتهم، أغاني عبدة الشيطان، عبدة الشيطان في إسرائيل، وعبدة الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبدة الشيطان في دولة مصر. ومن أراد التوسع فعليه بكتاب عبدة الشيطان تاريخهم ومعتقداتهم لممدوح الزوبي، وكتاب تجربة شخصية مع عبدة الشيطان لعبد الله كمال، وكتاب موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب للدكتور عبد المنعم الحفني. فنقول وبالله التوفيق والسداد. تعريف عبدة الشيطان: فهي فرقة قدست الشيطان عن طريق الأغاني الهستيرية والتي تسمى بموسيقى البلاك ميتال والهافي ميتال والديث ميتال. طبعا معنى البلاك ميتال أي المعدن الأسود، والهافي ميتال أي المعدن الثقيل، والديث ميتال أي معدن الموت. حيث وصل الأمر في بعض كلمات هذه الأغاني إلى حد شتم الإله ومناجاة الشيطان، كما تكفر هذه الفرقة بجميع الأديان والملل، وتمجد السحر وتنتشر المخدرات في صفوفهم انتشارا كبيرا، والبعض يقول أن الذي يمول هذه الفرقة هو الموساد الإسرائيلي. وللشيطانيين علماء نفس وشعراء وملحنون يضعون الموسيقى والكلمات ويشجعون على سماعها، وذلك لكي يتقبلها العقل الباطن عند المستمع، ويتم إيصال رسائل وإيحاءات الموسيقى الهارد روك إلى المستمع بطريقتين. الطريقة الأولى وهو تسجيل رسائل خفية بطريقة معكوسة، بحيث يتلقاها وعي المستمع إذا أدار الإسطوانة بالطريقة العكسية، وعندئذ تسمع بوضوح الرسالة المطلوبة التي لا تستوعبها الحواس الخارجية، بل تدخل في عمق العقل الباطن للسامع والذي يبدو عاجزا عن التصدي لها. ومثال على ذلك أغنية تسمى الطريق إلى الجنة، وهي لفرقة من الفرق تسمى الليد زبلين، ففي المقطع الثالث من هذه الأغنية رسالة خفية يمكن سماعها عند إدارة الإسطوانة بشكل معاكس، حيث تقول هذه الرسالة: يجب أن أعيش للشيطان. الطريقة الثانية وهي التي يتبعها نجوم الهارد روك لإيصال رسائلهم، وذلك باختيار أسماء ذات مغازي مشبوهة للفرق والأغاني، تهدف في مجملها إلى إنكار الله تعالى وتمجيد الشيطان الرجيم. أما أغاني الهارد روك، طبعا معنى الهارد روك الحجر القاسي أو الحجر الصلب، فهي تحمل غالبا أسماء توحي إلى عقائدهم، مثل أغنية الطريق واسع إلى جهنم، وفي أغنية لفريق من الفرق الموسيقية واسمه البلاك أدس أركانس رسالة خفية تؤلها الشيطان، وتنتهي هذه الرسالة بضحكة شيطانية عميقة. ويرى علماء النفس أن هذه الإيحاءات تصل إلى لا وعي المستمع، وإن كانت بغير لغته وغير مفهومة، فإنه قادر على فك رموزها، مما يؤثر سلبا على تصرفاته التي تصبح أكثر وحشية وعدائية. أما من الناحية الاجتماعية، فالمهم بالنسبة لأتباع هذا الفكر هو نسخ القيم والمقاييس وإزالة العوائق والضغوطات العائلية والدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أما من الناحية الجسدية، فلهذه الموسيقى تأثير على حاسة السمع والبصر وعلى العمود الفقري،
لقد تصيب القلب بالخفقان الزائد وتؤثر على عملية التنفس وتسبب بإفرازات هرمونية مكثفة مما تؤدي إلى انقباض في الحنجرة. ويصف أحد الأطباء النفسانيين هذه الحالة قائلا: إن موسيقى الهارد روك تلعب على الجسد وكأنه آلة موسيقية تماما كما يحدث أثناء تناول المخدرات. إن الأجهزة المستعملة والمكبرة للصوت تصيب آذان الشباب والتأثيرات الضوئية تؤثر سلبا على النظر. انتهى كلامه. أما من الناحية النفسية فإلى جانب العصبية والغضب والعنف وعدم التركيز والوصول إلى حالة من الهستيرية والهلوسة والانهيار النفسي، فإن موسيقى الهارد روك وبالذات موسيقى البلاك ميتال تنشئ في نفس المستمع ميلا نحو الانتحار وتشويه الذات وتدمير النفس والتحريض على التدمير والتخريب والهيجان. فعلى سبيل المثال، في عام 1969 للميلاد وفي أثناء حفل لفرقة تسمى بفرقة الرولينج ستونز، قتل شاب زنجي أسود أمام أعين الحاضرين، لكن أحدا لم يكترث بسبب تأثير هذه الأغاني، واستمرت الحفلة وكأن شيئا لم يكن. أما عن أشهر شخصياتهم فأولهم كراولي، ولد من عائلة عادية متوسطة الحال وتخرج من جامعة كامبريدج في بريطانيا، واهتم في البداية بالظواهر والعبادات الغريبة ودافع عن الإثارة والشهوات الجنسية في كتابه المسمى الشيطان الأبيض، وألقى محاضرات مطولة عن الجنس في بريطانيا. انضم بعد ذلك كراولي في أواخر القرن الماضي إلى نظام يسمى نظام العهد الذهبي، وهي جماعة سرية تضم شعراء مثل الكاتب الروائي المشهور عند الغرب ويليام باتس، مؤلف رواية دراكولا مصاص الدماء. وأصبح كراولي بعد ذلك هو المعلم الأول لجماعة عبدة الشيطان. أنشأ كراولي علاقة شاذة مع الكاتب ألان بينيتس، ثم انغمس الاثنان فيما بعد بأعمال السحر. وأعلن كراولي بعدها أنه يتمنى أن يصبح قديس الشيطان، وأنه يسمي نفسه بالوصي الكبير أو الرجل الشرير. وفي عام 1900 للميلاد ترك كراولي العهد الذهبي وأوجد نظاما خاصا به سماه النجم الفضي، وراح يسافر عبر العالم، حيث بقي لسنوات طويلة في صقلية مع عدد من أتباعه، واشتهر بتعاطيه وترويجه للمخدرات وتقديم الذبائح والتضحيات للشيطان، وذلك مما جعل السلطات الإيطالية تطرده من البلاد. فذهب إلى جزيرة سيلان حيث ارتبط مجددا بالرجل الذي ربطته معه علاقة شاذة وهو ألان بينيتس، وقضى كراولي عمره مسافرا من بلد إلى آخر يبحث عن لذاته الجسدية مع النساء والرجال ويدعو إلى الوحشية والشيطانية. وقد سافر إلى صحراء الجزائر للقاء روح الشيطان هناك كما يزعم. وفي آخر حياته أصبح كراولي يعتقد أنه مصاص الدماء حقيقة، وراح يحقن نفسه بالهيروين حتى وجد في النهاية ميتا بين زجاجات الخمر وحقن المخدرات. الرجل الثاني رجل يدعى أنطوان ليفي، وهو من أصل يهودي أمريكي الجنسية، تزعم هذه العبادة بعد وفاة كراولي المؤسس الأول. ويدعي ليفي أن الله عز وجل ظلم إبليس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما أنه ينكر الأديان جميعها ويطالب بدليل مادي على وجود الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أن الأدلة التي تثبت وجود الشيطان كثيرة على حسب زعمه. وكانت أبرز سمات المعبد الذي أنشأه ليفي في عام 1966 للميلاد والذي سماه بـ Church of Satan، أي كنيسة الشيطان، تتمثل في تمجيد الشيطان والاستمتاع بكل ما حرمته الأديان والاستعانة بالسحر والسحرة. أقول إخواني في الله، ومنذ تلك الفترة استخدم ليفي وأتباعه موسيقى البلاك ميتال، وهي موسيقى عنيفة جدا تصاحبها رقصات هستيرية عنيفة أثناء ممارسة الطقوس التي حدد معالمها الأولى المؤسس الثاني ليفي. وقد خرجت دعوة ليفي إلى خارج أمريكا ووجدت أصداء قوية لها في أوروبا واستراليا وجنوب إفريقيا، ولكنها بقيت عاجزة عن اختراق البلدان العربية الإسلامية، وذلك بسبب تماسك الدين الإسلامي وصلابته وتمسك المسلمين القوي بأسس الإسلام الصحيح. لكن ليفي لم ييأس
خاصة وأن مذهبه الهدام أسس أصلا لاختراق بلاد الإسلام، حيث سعى أولا إلى استخدام ظاهرة الهبز واستغلالها في الترويج لمذهبه، لكنها فشلت لتتاح له الفرصة الذهبية في أعقاب الانفتاح الذي شهدته مصر إثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل وفتح الحدود بين مصر وإسرائيل، لتشكل هذه الحدود أهم مصادر المذهب الهدام الساعي إلى ترسيخ أسس الفساد والانحلال بجميع صوره في المجتمعات المسلمة بهدف تقويض أسس هذه المجتمعات واختراقها. وقد ألف ليفي العديد من الكتب التي تناولت هذه العبادة ودعت إليها، ويقول ليفي في أحد كتبه الذي ألفه في عام 1969 للميلاد ما نصه: إنه بزوغ عهد جديد، عهد يحتفل بقوة الجسد ولا يحتقره أو يكبته، إنه ميلاد معبد الشيطان. ومن المؤلفات الأخرى لليبي كتاب الشيطانية وكتاب الطقوس الشيطانية وكتاب الساحر الشيطاني وكتاب مذكرة الشيطان. ويذكر أحبتي في الله أن شبكة الإنترنت وهي الشبكة العالمية للمعلومات تحتوي على 7495 موقعا يتناول عبادة الشيطان، ومن خلالها تنتشر هذه العبادة الشاذة في جميع أنحاء العالم. ولكنيسة الشيطان موقع على الإنترنت، قد دخلت عليه بنفسي ورأيت فيه العجب العجب، شعار عبدة الشيطان. فمن أهم الشعارات الشائعة بين أفراد عبدة الشيطان في العالم هو الصليب المقلوب والنجمة السداسية والجمجمة والنجمة الناسية المشوهة، إضافة إلى الهلال المنقوص أي الناقص من أحد أطرافه. ويعبر الصليب المقلوب عن رفض أعضاء الجماعة للأفكار الدينية التقليدية، بينما يعبر الصليب المعقوف عن التقدير للأفكار النازية العدوانية. أما الجمجمة فهي تعبير قديم لأعضاء الجماعة، تعبير عن الموت أو القتل كأحد طقوسهم القديمة، ولكنه في العصر الحديث أصبح رمزا لتعاطي المخدرات وخاصة الهيروين والكوكايين، كما اتخذ عبدة الشيطان أيضا شعارا لهم وهي أفعى محيطة بالكرة الأرضية بشكل بيضاوي يلتقي الرأس بالذيل بطريقة الالتفاف، مما يعني كمال خطتهم لحكم الأرض والسيطرة عليها، وهي شعار لقوة الشيطان في عقيدتهم، وهي مسروقة من الفراعنة، لأن الأفعى كانت رمز الحكمة لدى الفراعنة ورمز القوة والدهاء، وكانوا يصنعون لها التماثيل الذهبية التي توضع على تيجان الملوك والأمراء منهم. كما أنهم اتخذوا العديد من الشعارات الفرعونية شعارا لهم كالهرم وأبو الهول، لكن تبقى الأفعى والهرم من أهم شعاراتهم، وخاصة الهرم ذي العين الواضحة في رأسه والتي تشع نورا، وهي كناية عن أن عبدة الشيطان هم مصدر النور لهذا العالم ولهذا الوجود. وأقول هي نفس العين التي عند الإله المصري القديم أوزاريس. عقائد عبدة الشيطان: فمن عقائدهم أنهم يحتقرون الدين الإسلامي والنصراني واليهودي على حد سواء، ولا يعترفون بجميع الأديان، ويهزؤون بالكتب المقدسة القرآن الكريم والإنجيل والتوراة، كما يحتقرون جميع المبادئ الداعية إلى القيم والأخلاق الحميدة، ويبحثون عن السبل الكفيلة بإرضاء النزوات الشريرة التي تنهى الأديان عنها ويمارسونها. لذلك نجد الشذوذ وتعاطي المخدرات والسرقة وشرب الدماء وغيرها من الممارسات يرتكبونها بحذافيرها. وتميز أفراد هذه الجماعة أنفسهم عن طريق ارتداء الملابس السوداء، اعتقادا منهم بأنه اللون المفضل لدى الشيطان، كما أنهم يترددون على الأماكن المهجورة ليمارسوا فيها الجنس والشذوذ الجماعي وتعاطي المخدرات والمسكرات. كذلك يطلقون شعورهم أو يحلقونها تماما، ويعيشون عرايا في وكورهم، ويشربون دماء بعضهم بعضا، وينبشون القبور ولا يغتسلون أبدا، ويأملون من هذه الممارسات في حضور الشيطان إليهم بعد أن جاملوه بارتكاب الذنوب والآثام والخطايا التي يسعى هو لنشرها فوق الأرض بين البشر. كما يعتقدون أن الشيطان ظلم حينما طرد من الجنة، وإحقاقا للحق تعيد هذه الجماعة من خلال إرضائه ومجاملته الاعتبار له عن الظلم الذي وقع عليه في القديم كما يعتقدون.
والمعروف عن عبدة الشيطان أنهم يضحون بأولادهم عن طريق الذبح، ويأكلون لحمهم ويشربون دماءهم، والبعض منهم يأكلون غائطهم ويشربون بولهم. ولتقديم الطفل الذبيحة إلى الشيطان طقوس خاصة، إذ يدخل مجموعة من الأشخاص مع الطفل الذي لا يعلم المصير الذي يساق إليه إلى غرفة سوداء بداخلها شموع مضاءة ومكان مخصص للذبيحة، فيقطعون جسده الصغير إربا ويبترون منه الساقين واليدين، ثم يحرقون جسده ويرمون رماده مع الأطراف المقطوعة على زوايا الطرقات، اعتقادا منهم أن هذا يقربهم إلى الشيطان. أما الأولاد الذين يضحون بهم فهم ليسوا مسجلين في دوائر النفوس الرسمية، وفي بعض الحالات كانوا يجهضون المرأة في شهرها الخامس أو السادس لتقديم جنينها ذبيحة للشيطان، ويجبرون الأم المرأة أن تأكل بعضا من جنينها. ويعتقد عبدة الشيطان أن تاريخ هذه العبادة يعود إلى العصور المصرية القديمة، وأن كلمة الشيطان ليس بالضرورة تعني الوحش الذي ذكر في الكتاب المقدس عند النصارى، بل يمكن أن يكون أمير الظلمات، كما يعتقدون أن إبليس هو شقيق المسيح عليه السلام ولكنه قرد من السماء، وأن القوة الموجودة في عقل الإنسان هي أقوى من أي قوة خارجية، ومن شأنها أن تجعل منه فارسا يحقق ما يريد. وقد كان لعبدة الشيطان حفلات تقام بعد شهر رمضان المبارك في بعض الدول العربية، اعتقادا منهم بأن الشيطان قد أفرج عنه وانحل من قيوده، فهم يحتفلون فرحا بذلك. كما يؤمن عبدة الشيطان بأن قوتهم مصنوعة من الشر وليس من الخير، وأقل واجب عليهم هو حرق الصليب أينما وجدوه. ويعتقدون كذلك بأن الحيوانات عندما تموت تصعد قوتها إلى الخارج، وإذا قتل الحيوان داخل ما يسمى عندهم بالدائرة السحرية وهي النجمة الخماسية، فإن هذه الطاقة ستذهب إلى كل شخص موجود ضمن هذه الدائرة. ويعتقدون أن الحيوانات الصغيرة مفضلة عن الكبيرة، لأن الطاقة الموجودة في الأولى أقوى من الموجودة في الثانية. وعبدة الشيطان ينكرون الأديان جميعها ويمتهنون الأديان السماوية، كما أنهم يدوسون الكتب السماوية بأقدامهم أثناء القيام بحفلاتهم الصاخبة الماجنة، ويمارسون طقوسهم المشبوهة في المقابر، ثم يقومون بنبش هذه المقابر لاستخراج جثث الموتى التي يعتبر وجودها ضروريا بالنسبة لهم لإكمال هذه الطقوس، كما أنهم يشربون الدماء البشرية ويستخرجون دماء الحيوانات بعد ذبحها، وذلك لتلطيخ جدران الأماكن التي يتواجدون فيها، إضافة إلى تلطيخ أجسادهم قبل ممارسة الشذوذ الجنسي فيما بينهم. ويقيمون طقوسهم وصلواتهم ضمن مجموعات، حيث يتناولون الدماء البشرية المستنزفة من أجسادهم، ثم يشعلون النار ويرددون بعض الترانيم والأدعية، وتسمى عندهم بالمفاتيح السبعة، والتي أسسها لهم كراولي، والهدف منها استحضار الشيطان وأعوانه لعبادته وسؤاله والتودد إليه. كما يقومون بالوشم على أكتافهم وصدورهم، ويسمون هذه الوشوم بكلمة التاتو. ويبيح عبدة الشيطان كل شيء إرضاء للشيطان كالعلاقات الجنسية الشاذة، ويركزون على فعل قوم لوط فيما بينهم، بل ويمارسون ذلك ضمن مجموعات يتواجد فيها فتيات من هذه الجماعة، كما يؤكدون على حرية تناول المواد المخدرة والخمر. ومن شروط الانضمام إلى هذه الجماعة، بل من أهم هذه الشروط، هو عدم الاستحمام أو الاغتسال بدعوى طلب الشيطان الذي ترضيه هذه التصرفات، كما يقومون بتأدية الرقصات الخاصة بهم والمتميزة بالعنف والهستيرية، ويسمونها رقصات الشيطان، حيث يقومون خلالها بهز رؤوسهم بطريقة رأسية وبصورة هستيرية. ومن أهم التراتيل التي كان عبدة الشيطان يرددونها حين ذاك، أي في عبادتهم وصلواتهم، قولهم ما نفضه: إلهنا وسيدنا ربنا، لك يا نور الوجود وحامل مشعل النور لكل الخلق، أتوجه إليك أعدك بأني سأكون عبدا لك طائعا محبا وعدوا لغيرك، أنت الروح الحق، أنت يا إبليس النور الأبدي تتجلى علينا بالظهور، لذلك نكره الإله الخفي، إنه يعيش في الظلام، ولهذا سوف أكون كارها للظلام وأجعله يتحول إلى نار ونور، أنا لك يا إبليس جسما وروحا ودما، فافعل إلى كل ما يؤول إلى تمجيد اسمك. انتهى
ترتيلهم ودعاؤهم. ولهم دعاء آخر يقولون فيه: إلهنا إبليس الأكبر، اقبل صلاتي وتذللي وأنر طريقي ببهائك الساطع، وعندما يدنو يوم الأخير تجدني شجاعا عند استقبال الموت وعلى أتم الاستعداد للانتقال إلى أمجادك في النيران الأبدية، آمين. انتهى دعاؤنا. وتشتهر عندهم عبادة تسمى بعبادة القداس الأسود، وهي عبارة عن صورة للشيطان عاري وفتاة عارية تتقدم المصلين، وذلك لتنقل إليهم البركة بلمس أعضائهم التناسلية. وتنتهي هذه الصلاة بضروب من الإباحيات كالتي تقترف في العبادات التي تسمى بعبادة النسل عند قدماء الوثنيين، كما يؤمن عبدة الشيطان بأن الشر يتحكم في العالم في النهاية، وأن الأنانية هي الأمل في البقاء حيا، وأن البقاء للأقوى، والضعيف يموت بالتضحية، ولا يوجد شيء اسمه حكومة أو دولة، لأن كل شيء ملك للشيطان الذي سوف يتحكم في العالم بعد حرب عالمية ثالثة مدمرة كما يزعمون. أقول: وهذه نفس الخطة التي وضعها اليهود في بروتوكولاتهم، أنه لا تقوم مملكة إسرائيل الكبرى إلا بعد قيام حرب عالمية ثالثة شاملة مدمرة يسيطر عليها اليهود على جميع الأرض. أقول: كما يعتقد عبدة الشيطان بأن الجنس يجب أن يتم داخل المقابر وبالتحديد على أحد شواهد القبور، لأنهم يضعون في رحم الفتاة بذرة الشيطان كما يزعمون، وأن المكان الأفضل لممارسة الجنس بعد ذلك هو شاطئ البحر ليلا، وعلى أن يمارس جماعيا، كما لا يجب أن يفشي العضو أسرار الجماعة وإلا تعرض للقتل فورا، وتكون النتيجة النهائية هي التمثيل بجثته. وقد حدث هذا فعلا حينما انشق منهم رجل يدعى عافيت مالخم عن الجماعة فقتل على الفور. طقوسهم وعبادتهم، فتتم طقوسهم وعبادتهم غالبا في الصحراء أو في معابدهم الخاصة، حيث يرفعون صوت الموسيقى الصاخبة، ثم يقومون برسم نجمة خماسية ويضعون في منتصفها شمعة سوداء، ويقف كل واحد منهم على رأس من رؤوس هذه النجمة. ولهذا فإن هذه الطقوس وهذه الصلوات عندهم لا تتم بعدد أقل من 5 أشخاص، وعندما يتم ذلك تتقدم إحدى العابدات والتي توصف بالطهارة والنقاء بزعمهم، وهي غارقة في روائح عطرية نفاذة، وتستلقي على المذبح عارية، وتوضع على كل فخذ لها شمعة، ثم تطفأ أنوار المعبد وتضاء شمعة المذبح، وعندها يمتنع المصلون عن الكلام والتدخين، ويقرع الكاهن الجرس إشارة إلى الاستغاثة بإبليس، وعندها يأمر قائدهم وهو الكاهن بممارسة جميع أنواع الشذوذ الجنسي، معتقدين أن الشيطان قد بارك هذه العبادة. أغاني عبدة الشيطان، فإن عبدة الشيطان يغنون لمعبودهم وهو الشيطان في حفلة عامة دون أن ينتبه أحد إليهم أو إلى أغنياتهم الشيطانية، والتي يرددونها على أنغام موسيقى الروك الصاخبة والمدوية، وخاصة وأنهم يؤدونها باللغة الإنجليزية مع لي في الألسنة، لجعل الناس لا يفهمون كلمات هذه الأغاني الشاذة التي تمجد الشيطان وتسب الأديان السماوية والعياذ بالله تعالى. ومن هذه الأغاني التي تم ترجمتها إلى العربية ما يقولون فيها: المحاربون يتجمعون بهدوء حول المدينة المقدسة، شيطان الجحيم يصرخ وملائكته تهبط على الأرض لتنتقم، الطغاة يحققون الخراب على أرض الحب، الشياطين تتآمر لتقلب الجنة إلى رماد، راية الجحيم إلى الأعلى، راية الشيطان إلى الأعلى، الجنة ترتعد من الخوف، الشيطان سينتقم لنفسه. انتهت كلمات هذه الأغنية. عبدت الشيطان في إسرائيل. أقول إخواني في الله، إن عبادة الشيطان عرفت طريقها إلى المجتمع الإسرائيلي منذ فترة طويلة، حيث نشرت صحيفة يدعوت إحرانوت أكثر من مرة حوادث وتجاوزات قام بها عبدة الشيطان الإسرائيليون، كان آخرها قصة نكشهم لقبر جندي إسرائيلي في عام 97 للميلاد. وتذكر إحصائيات الشرطة الإسرائيلية أن عدد أتباع الشيطان قد بلغ عدة آلاف، حيث تحتوي تل أبيب وحدها قرابة 4550 شخص من عبدة الشيطان، فيما تذكر مصادرها أن من نبش قبر الجندي الإسرائيلي هم شيطان مستوطنة حتسابة الواقعة على الحدود مع الدولة الأردنية. كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية
إن طائفة عبدة الشيطان أصبح لها مراكز متعددة ومتفرقة في إسرائيل حتى في إيلات الملاصقة لطابة المصرية، والتي شكلت منفذا لهم لتصدير عقيدتهم الشاذة إلى مصر وتوريط عدد من الشباب المصري فيها. وتعتبر جماعة تل أبيب من أشرس جماعات عبدة الشيطان في إسرائيل، حيث يعمدون إلى التضحية بالأعضاء الجدد والضعفاء في الجماعة، وذلك عن طريق قتلهم وشرب دمائهم. وقد ظهرت هذه الحوادث في البداية على شاطئ نيتانيا، مما أشاع الرعب في صفوف الناس ومنعهم من الاقتراب ليلا بعد الساعة 11 من الليل، وذلك في منطقة الشاطئ، وخاصة مع توالي جرائم القتل التي كانت تحدث بعد منتصف الليل. عبدت الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اعتقلت السلطات الأمريكية خلال عام 1996 للميلاد مجموعة من عبدة الشيطان، بعد أن تورط أفرادها في سرقة كميات كبيرة من الدماء البشرية من مستشفيات نيويورك لشربها خلال ممارسة الطقوس الشيطانية عندهم. وأعد الباحثون بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي دراسة هامة في عام 1992 للميلاد حول استغلال الأطفال في الطقوس الغريبة لعبدة الشيطان، وأشارت هذه الدراسة إلى روايات شاعت في عام 1983 للميلاد تؤكد انتماء بعض الأشخاص الذين يشغلون مناصب هامة اجتماعية في الدولة إلى طائفة عبادة الشيطان. كما نبهت بعض التقارير الأمنية الأمريكية إلى أن عمليات قتل تتم بشكل منتظم في إطار الطقوس الشيطانية لهذه الطائفة، وأن هذه العمليات أو الجرائم تتم بشكل يساعد مرتكبيها على الهروب من العقاب. وأشارت هذه التقارير إلى أن عدد ضحايا هذه الممارسات يتزايد في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ حتى وصل إلى عدة ألوف. وقالت إن بعض الضحايا دفع حياته بسبب معتقدات عبدة الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية، والبعض الآخر تعرض لاعتداءات وانتهاكات جنسية في إطار الممارسات نفسها. كما أن عبدة الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية يلجؤون إلى اختطاف الأطفال الغرباء واستخدامهم في هذه الطقوس التي تتراوح ما بين القتل وشرب الدماء وممارسة الشذوذ. وخلال الفترات التي كان أعضاء جماعة عبدة الشيطان يشعرون بها بالضعف والخوف، كانوا يحاولون تجنب الصدام بالسلطة الأمريكية، ولهذا كانوا يستبدلون الدماء البشرية بدماء الحيوانات في طقوسهم الغريبة. ولكن في السنوات الأخيرة ومع تزايد احترام الحريات الفردية في المجتمعات الأمريكية والإمعان في تقديسها، تزايدت جراءة عبدة الشيطان بل وعدوانيتهم، حيث وصلت إلى حد نشر إعلانات خاصة بهم في بعض الصحف الأمريكية والأوروبية. كما تزايد تحديهم للقوانين من خلال إضافة طقوس وممارسات جديدة إلى أنشطتهم، مثل تعاطي المخدرات واستخدام الدماء البشرية واغتصاب جثث الموتى بعد نفش قبورهم، إضافة إلى اغتصاب الأعضاء الجدد في الجماعة في حفلات هستيرية جنسية مجنونة. كما تؤكد الدراسات التي أجرتها أجهزة الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية أن انتماء العضو لطائفة عبدة الشيطان يكون برغبته في بداية الأمر، وذلك بسبب دوافع عديدة، بعضه علق باضطرابات نفسية أو أزمات اجتماعية وعائلية أو رغبات جنسية مكبوتة يجد متنفسا لها من خلال هذه الطقوس الغريبة والتي تبيح جميع الممارسات اللا أخلاقية. وبعد أن ينتمي العضو الجديد ويتم قبوله رسميا من خلال بعض الطقوس الغريبة، مثل شرب الدماء أو تمزيق أجساد بعض الحيوانات وهي على قيد الحياة أو التعرض لتجربة جنسية غير طبيعية، يصبح من المستحيل لهذا العضو الخروج من صفوف هذه الطائفة الخبيثة، حيث تتم السيطرة عليه بعد ذلك بعدة وسائل مثل الخوف أو التهديد أو الإغراء أو إدمان المخدرات. أما عن طريق تمويل حفلات عبدة الشيطان فإنها تتم بعدة طرق، منها السرقة، حيث يدفع الأعضاء إلى سرقة البنوك أو السطو على أحد المحلات التجارية أو حتى من الناس العاديين، أو عن طريق فرض الاشتراكات المالية على بعض أعضاء الجماعة. وفي بعض الأحيان يفرض زعماء الجماعة على بعض الأعضاء التخلي عن أملاكهم كاملة لصالح هذه الطائفة، حيث يتنازلون عن أملاكهم إلى زعيم الطائفة. وتشير دراسات أمنية أمريكية إلى أن طائفة عبدة الشيطان هي مجرد جماعة من عدة جماعات يتردد اسمها باعتبارها ذات علاقة بالممارسات الشيطانية، رغم أن أفكارها المعلنة قد لا تحتوي صراحة إلى الدعوة إلى عبادة الشيطان. ومن أهم هذه الجماعات المشبوهة في أمريكا وأوروبا الغربية جماعة كنيسة الشيطان،
جماعة المعبد الشرقي، جماعة الشيطانيون، جماعة السحر الأسود، جماعة الفورو، جماعة الوثنيين، جماعة الماسونيون الأحرار، جماعة فرسان المعبد، جماعة ذوي الرؤوس الحليقة، وجماعة الطريق، وجماعة هاري كريشنا، وجماعة راجنت، وجماعة العصر الجديد، وحركة الصليب الوردي، وجماعة معبد الغروب. كما يوجد في لندن وباريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية محلات تبيع الملابس السوداء وقطع الاكسسوارات الغريبة وأدوات التجميل التي يحتاجها عبدة الشيطان. وفي هذه المحلات كذلك تباع الأنياب الصناعية والتوابيت والصلبان والحيوانات والطيور المحنطة، إضافة إلى عبوات من الدماء والسوائل الملونة التي يستخدمها عبدة الشيطان في طقوسهم الغريبة. وكما شهدت جزيرة بورتوريكو في أمريكا اللاتينية عدة جماعات منظمة من عبدة الشيطان خلال القرن الماضي. عبدة الشيطان في مصر، فهؤلاء جماعة اشتهروا في مصر في أواخر سنة 96 للميلاد وأوائل سنة 97 للميلاد، وتحدثت عنهم وسائل الإعلام المصرية والعربية، وخاضت في ذكر أوصافهم وطقوسهم ومصادر ثقافتهم. وقبضت الشرطة المصرية على نحو 140 فردا منهم من الذكور والإناث، كانوا جميعا من أولاد الطبقة الغنية والتي استحدثها الانفتاح الاقتصادي والثقافي وأثرتها أموال المخابرات الإسرائيلية. وقد تبين أن المقبوض عليهم من أعضاء ما يسمى بعبدة الشيطان، وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة، وأنهم من خريجي المدارس الأجنبية ولا يعرفون شيئا عن الإسلام برغم أنهم من أبناء مسلمين. كما تبين من بحوث الباحثين التي نشرت في الصحف والمجلات اليومية أن هذه الفرقة قد تلقت معلوماتها من طريق الاختلاط بالإسرائيليين في المنطقة المصرح فيها بدخولهم إلى الأراضي المصرية بدون جوازات مثل طابة. أما أخطر ما كشف عن هذه الجماعة المصرية الجديدة والتي بدأت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تحقيقاتها الموسعة معهم، هو أنه سبق لبعضهم وخاصة زعيمهم السفر إلى إسرائيل والارتباط بجماعة إسرائيلية شادة، وأنهم خلية من الشواذ ينتمون إلى جماعة أصلها في مدينة لندن ويمارسون معهم أعمال المجون وازدراء وتحقير الأديان وعدم الاعتراف بالله تعالى ربا وخالقا. وكانت المفاجأة أن المتهمين من الرجال والشباب هم من الطبقات الراقية، ومن بينهم أطباء ومهندسون واثنان من أصحاب معامل التصوير اللذان يتوليان تصوير أعضاء الجماعة في حفلاتهم المشبوهة. كما تبين أن المتهمين ضبطوا وهم يحتفلون في إحدى البواخر النيلية المتحركة، وذلك بمناسبة خطوبة اثنين من المتهمين الرجال، وأنهم يترددون على صالة ديسكو أي المرقص تملكه سيدة لا تسمح لأي شخص بدخول الصالة إلا للمنتمين لهذه الطائفة الشيطانية. ومن أقوال رؤساء جماعة عبدة الشيطان في مصر والذين ناقشهم علماء الأزهر أنهم يعتبرون عبادة الشيطان هي الموضة الجديدة أو صرعة التسعينات كما يقولون، مثلما كانت المدرسة الوجودية صرعة الخمسينات والهبز صرعة السبعينات. وفي أثناء التحقيق مع قائد جماعة عبدة الشيطان ادعى أنه شاهد رؤيا منامية غامضة حول غلام كردي سيظهر عام 2011 للميلاد للانتقام من معتنقي الأديان السماوية الثلاثة، ولأنه صدق ذلك فقد أعد نفسه لمواجهة هذا الغلام، ومن أجل ذلك قام بدراسة بعض المؤلفات حول الأكراد وتاريخهم. طبعا هذا يبين لنا تلك العقيدة، وهي عقيدة اليزيدية أتباع الشيطان والذين يسمونه في عقيدتهم طاووس الملائكة، والذي سوف نتكلم عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول إخواني في الله، وللجماعة الجماعة عبدة الشيطان مراتب، فبعضهم أمير وبعضهم مجرد منتمي وبعضهم أمير مجموعة. وتمارس هذه الجماعة بعد كل جلسة استماع لموسيقى الشيطان الجنس الجماعي، ويتعاطون المخدرات ويتعرون، وعندئذ يشتد بهم الرقص ويستبيحون الأعراض ويمارسون الجنس الجماعي وفعل قوم لوط، وقد يجتمع الشابان على شابة واحدة ويختلط الحابل بالنابل والعياذ بالله تعالى. ومن أقوالهم كذلك أنه لا ينبغي أن تتورط بالحب، فالحب عندهم ضعف وتخاذل، فأزهق الحب في نفسك لتكون كاملا كما يقولون، ولتظهر أنك لست في حاجة لأحد، وأن سعادتك من ذاتك لا يعطيها لك أحد، وليس لأحد أن يمن بها عليك، ويقولون أنه لا بد أن تنتزع حقوقك من الآخرين، ومن يضربك على خدك فاضربه بجميع يديك على جسمه كله، ولا تحب جارك وإنما عامله كأحد الناس العاديين، ولا تتزوج ولا تنجب. وقد نبهت وسائل الإعلام المصرية إلى بعض غرائب هذه الجماعة في مصر، منها مسألة نبش القبور، حيث يذهبون نهارا إلى المقابر خاصة مقابر مصر الجديدة
ويقومون بالنبش والبحث عن جثث الموتى حيث يتراقص كبيرهم فوق الجثة التي يعثرون عليها، وغالبا ما يفضلون الجثث حديثة الوفاة، ويذبحون القطط باعتبار نفوسها من الشيطان كما في الفلكلور المصري تماما، ويشربون من دمائها ويلطخون أجسادهم ووجوههم بها، ثم يذهبون إلى الصحراء ليعيشوا فيها أياما لا يضيئون شمعة وإنما يعيشون في الظلام. وعلامتهم بينهم رفع إصبعين رمز الشيطان، وتلك الإشارة هي السلام فيما بينهم. وقيل في تبرير نبش القبور والمبيت في الأماكن الموحشة إنه لتقسية قلوبهم ولمعاينة العدم والشعور به محسوسا، والتدريب على ممارسة القتل دون أن تطرف لهم عين. وقيل عن تلطيخ اليدين والجسم بالدم إنه ليكون العضو دمويا عنيفا لا يخشى الموت ولا يرهب القتل ويزيد إحساسه بالقوة. ومن علامات الإناث عابدات الشيطان غلاء الأظافر والشفاه باللون الأسود وارتداء الملابس المطبوع عليها نقوش الشيطان والمقابر والموت كذلك، والتزين بالحلي الفضية ذات الأشكال غير المألوفة التي تعبر عن أفكارهم مثل الجماجم ورؤوس الحيوانات. ولما قبض على أفراد عبدة الشيطان كشفت التحقيقات الأمنية المصرية أن هدفهم هو اعتناق الفكر المنحرف والترويج له والدعوة إلى عدم الإيمان بالله تعالى وإنكار الذات الإلهية وتقديس الشيطان باعتباره القوة العظمى التي تحرك الحياة والبشر. وأثبتت أيضا التحقيقات أن منظمات وهيئات خارجية تخطط لنشر الفكر المنحرف بهدف اختراق الشباب المصري المسلم وإفساده. ومن قيادات جماعة عبدة الشيطان المدعو خالد في مصر الجديدة، وهو الذي دبر الحفل الراقص في قصر البارون والذي لطخ أفراد الجماعة جدرانه بدماء القطط والكلاب والدجاج باعتباره قصرا مهجورا تسكنه العفاريت. وأكدت التحقيقات الأمنية المصرية أن أفراد الجماعة يبلغ عددهم في مصر 2000 عضو منهم مذيعات وأبناء فنانين وموسيقيين كبار، وتبين أن هناك محلات متخصصة في ملابس عبدة الشيطان وفي موسيقاهم، وأيضا يوجد لهم أندية خاصة ومطاعم تستقبلهم وتتخصص لهم. ولقد أطلقت النيابة المصرية سراح الجميع بعد ذلك، وتوقفت الحملة في الصحف والجرائد وكأن لم تكن، ولم يعد أحد إلى الموضوع بعد ذلك، ولم يعرف الناس شيئا عما تم بشأن هذه الجماعة التي أذانوها جميعا. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع فرقة اليزيدية أتباع الشيطان والمسمى عندهم بطاووس الملائكة، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.